سعيدة. مثل ما عودتنا الفنانة نجوى كرم مع كل مناسبة إنسانية تم إطلاق فيديو حذرت فيه من خطورة المخدرات على الشباب، وأصرت من خلاله على توجيه رسالة حادة لكل مدمن بعمل تحت عنوان نعش السم، وذلك لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات ويلي صادف يوم الجمعة الماضي. وكانت كتبت كلمات القصيدة المغنية نجوى بنفسها من قبل، لكن فريق عملها فاجأ بالتنسيق مع المخرج محمد سرحان وإطلاق العمل كفيديو كليب. يلي عم تتعاطى السم تتسم دماغك وتطير، إيمانك بشيل الهم، مش كذبة هيك مشاوير، اللي شو اللي جابرك منعش السم ناطرك تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير. سكر باب المضافي بوجه اللي بده يغرك، وما تخلي الفكر الصافي ينغر بغبرة ضرك. عود تجلى، عود تجلى، وناجي الله لتخلق وتموت كبير. ولك اللي شو اللي جابرك منعش السم ناطرك تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكي. مهما يتجرح بلدنا، فيديو موسيقي جديد على نمط زوم بزمن الحجر المنزلي مهدى إلى جميع المواطنين اللبنانيين بالأوقات العصيبة يلي عم يمر فيها لبنان، على كلمات وموسيقى الموسيقار الكبير الراحل زكي نصيف وتوزيع للموسيقي جورج حرو. أنتجته جمعية ليبام بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، وأنشدوا الفنانة أميمة الخليل ومارينا وكيم خيبر ومجموعة من كورال الفيحاء، وعزفوا الأوركسترا الوطنية للآلات الهوائية التابعة لجمعية ليبام بالتعاون مع برنامج زكي نصيف الموسيقي. الظرف الصعب اللي مرين فيه ما كان فينا انه نبعد الثقافة عن حدث اللي هو يوم العالم للموسيقى، انما هالسنة محجورين ببيوتنا، كل شخص من بيته ساهم بهالطريقة لانه يوصل الثقافة الموسيقية للناس على بيوته. وزيادة ليش هالاغنية بالذات نقيها زوجي النايب السابق غسان مخيبر، لانه هالقد بتنطبع وبتنطبق على الوضع اللي مرين فيه نحن هلأ، هالقد البلد مجروح، مش مهما يتجرح هو مجروح، هو عم ينزف، إنما نحنا ما رح نستسلم، نحنا واجبنا إنه نكون واقفين حده مش نتركه. سبب نشر صورة لبنت الفنان وائل كفوري حالي من الجدل بعد ظهورها بشكل واضح، واختلف المتابعين لهالصورة مين تشبه ولدها أو ولدتها، خصوصا إنه هيدي من المرات القليلة جدا يلي بتظهر صور عن عائلة كفوري. مكملة إليسا بمسيرة التصريحات السياسية بشكل شبه يومي، وهالمرة أيضا عبرت خلال تويت عن خيبة أملها من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس تيار وطن الحر النائب جبران باسيل وأمين عام حزب الله السيد حسن نصلى، وأيضا من بعض الناس بسبب غسل دماغهم وجهلهم حسب ما كتبت. لهم مشاهدينا بتكون وصلت فقرة فن الخبر لنهيتها.